النشرة الرياضية من قناة الجزائر عنوان، والبداية بالعناوين. وزير الشباب والرياضة يدشن ملحقات رياضية بخنشلة ويعطي إشارة انطلاق أخرى. خير الدين زطشي يؤكد على البدء في التحضير للمباراة القادمة. وفي أخبار محترفين، سعيد بن رحمة فخور بجنسيته ويعد بتقديم الأفضل لتشريف الراية الوطنية. وفي التفاصيل، قام وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 98 ملعبا جواري عبر بلديات ولاية خنشلة، من بينها 48 ملعبا جواري بمناطق الظل، وهذا في إطار زيارة ميدانية إلى الولاية تدوم يومين. حرصنا أن تكون ولاية خنشلة أول محطة نفتتح بها زيارتنا الميدانية إلى الشرق الجزائري، للتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لهذه الولاية التاريخية التي قدمت للجزائر قوافل من الشهداء والمجاهدين والوطنيين المخلصين. مكانتنا هذه الزيارة من إطلاق مشاريع جديدة لفائدة شباب هذه الولاية، وخاصة إطلاق مشروع إنجاز 98 ملعب جواري عبر كل تراب الولاية، 48 منها مخصصة لمناطق الظل، وكذا تدشين منشآت رياضية جديدة من شأنها أن تعطي ديناميكية جديدة لترقية الشباب وتطوير الرياضة في هذه الولاية. وفي ذات السياق، قام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتدشين ملعب رياضي جواري ببلدية المصارة ومركبين رياضيين جواريين بكل من بلدية متوسة وأنسيغة لتضاف إلى حظيرة المنشآت الرياضية بالولاية. كما كانت هذه الزيارة فرصة لمعاينة المركز الجهوي لتجمع الفرق الرياضية بمنطقة عين السلان، وزيارة ديوان المركب المتعدد للرياضات ببلدية خنشلة، إن التزم الوزير بتهيئة الملعب الرئيسي بالعشب الاصطناعي، بما يكفل إعادة تأهيل هذه المنشآت الرياضية النوعية التي من شأنها بعث ديناميكية جديدة في قطاع الشباب والرياضة بالمنطقة، وتنمية الطاقة الشبانية والمواهب الرياضية التي تسخر بها الولاية. دائما ما خرجت الوزير إن شارك في لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية الشبانية الناشطة في ولاية خنشلة حول المخطط الوطني لشباب ومشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر المقبل. كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن تلقي المنتخب الوطني للعديد من العروض للمواجهة وديا، وتحدث الرجل الأول في مبنى دال إبراهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير في تصريح للإذاعة الدولية صبيحة يوم السبت قائلا، فئة قليلة من تشكك في أن مواجهة المنتخب الوطني أصبحت مطلبا من كبار الأندية العالمية، والكل يعلم أنه بعد تتويجنا بكأس أمم إفريقيا الأخيرة وصل منتخبنا الوطني إلى مستوى يسمح له باللعب ضد كبار المنتخبات العالمية، حتى وأن بعض الناس شككوا في تنظيم مباريات كبيرة، إلى أننا نظمنا مبارتين في المستوى العالمي، وفي المستقبل لدينا اتصالات كثيرة من اتحادات كبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا، إن شاء الله ستكون هناك مباريات بحجم المنتخب الجزائري بطل إفريقيا. ما هي إلا كمية قليلة اللي راهي تشك في هذا الأمر. إحنا الحمد لله مع كل الشعب الجزائري يعني عارفين اليوم، وخاصة بعد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا، بأن الجزائر والمنتخب الوطني وصل إلى واحد المستوى اللي اليوم يسمح له يلعب ضد كبار المنتخبات العالمية. وإحنا ولكن نبقى دائما نعمله، حتى ولو بعض الناس شكوا في يعني تنظيم مقابلات كبيرة، احنا بدون كلام كثير يعني الحمد لله نظمنا زوج مقابلات تاع مستوى عالمي، وفي المستقبل ان شاء الله عندنا اتصالات. واليوم الحمد لله الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني عنده اتصالات جيدة مع يعني اتحادات كبيرة في العالم، في افريقيا، في امريكا الجنوبية، في اوروبا، وان شاء الله راح يكون مقابلة دائما تاع مستوى اللي يكون في حجم المنتخب والبطل افريقيا. هذا وأكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن شروع هيئته في التحضير للتربص المقبل للخضر تحسبا لمواجهة زيمبابوي، حيث قال بصريح العبارة، انطلقنا منذ أسابيع في التحضير للمعسكر المقبل والذي ستتخلله مواجهات زيمبابوي
يومي 13 والسادس عشر من نوفمبر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. انطلقنا في تنظيم هذا التربص من كل النواحي، سواء من ناحية تجهيز الرحلة التي ستقوم بها إلى العاصمة زيمبابوي والعودة يوم المباراة، فيما يخص حضور اللاعبين إلى الجزائر رفقة الطاقم الفني. انطلقنا في تحضير كل التسهيلات لضمان وصول اللاعبين في أول يوم من انطلاق التربص. انطلقنا منذ عدة أسابيع تحضير المعسكر المقبل ان شاء الله في 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 نوفمبر، اللي راح يكون فيه مقابلات تصفيات كأس افريقيا ضد فريق زيمبابوي يوم 12 في الجزائر، ويوم 16 ان شاء الله في هراري. ولهذا يعني احنا انطلقنا في تنظيم هذا التربص من كل النواحي، من ناحيه يعني تجهيز كل ما لازم يعني بالنسبه للرحله اللي راح نقوم بها يوم 13 ان شاء الله الى عاصمه زيمبابوي هراري، والرجوع ان شاء الله بعد المقابله يوم 16. اما بالنسبه للسماح للجماهير باش تكون يعني في ملعب 5 جويليا يوم 12 نوفمبر، هذا الشيء ماهوش قرار تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، لان دائما راح نكونوا في تواصل مع الاطارات الصحيه للدوله ومع يعني كل الاطارات المعنيه بالامر، باش هذا الامر يكون مسموح اذا ما كان عندنا الضوء الاخضر من الاطارات الصحيه، لان اولا وقبل كل شيء صحه يعني الجماهير هي يعني المهم. عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن موقفه بخصوص قضية اللاعب يوسف بالليلي المتواجد دون فريقه، وتحدث الرجل الأول في مبنى دال إبراهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير قائلا: يوسف بالليلي عضو مهم في تربص المنتخب الوطني، ولا يمكن القول أنه أساسي أو غير أساسي، لكنه يجب أن يكون بين 30 أو 40 لاعب الذين يتوجب أن يكونوا في المنتخب الوطني. يوسف بالليلي نعرف إمكانياته جيدا، ونتمنى أن يجد فريقا يليق به، لأن العمل الذي يقوم به ليس في صالحه وصالح مسيرته الكروية، لذلك أوصي به بأن يمضي في فريق يكون في المستوى. احنا على كل حال فرحنا كثير ب يعني امضاء جمال بالعملي في فريق كبير اللي هو اولمبيك ليون، اللي راح ان شاء الله يسمح له باش يزيد يرفع ان شاء الله المستوى نتاعو، اللي هو لانه عنده امكانيات. وما بالنسبه ليوسف بالليلي اللي هو حقيقه ايضا يعني عضو مهم في الفريق الوطني، ما نقولكش اساسي او غير اساسي، ولكن في ال 30 35 40 لاعب اللي لازم يكونوا دائما في القائمه في الفريق الوطني، يوسف بالليلي نعرفوا الامكانيات نتاعو، ونتمنى يعني باش يعني يخلي روحه يعني مع ليزاجون نتاعو يلقى فريق نتاع الحجم نتاعو باش يبدا العمل ويبدا التدريبات، لان هذا الشيء اللي راهو يقوم به ماهوش في صالحه وفي صالح يعني كما نقولوا احنا لاكارير نتاعو. سيكون خير الدين زطشي على موعد مع اجتماع مع نظرائه التونسيين لايجاد حل لرحيل نجوم يقول البطولة الوطنية اتجاه الجارة الشرقية. وكشف رئيس الفاف عن تفاصيل الموعد قائلا: الاتحاد الافريقي برمج اجتماعا بيننا وبين التونسيين، لقد تم تعيين وسيطين من اجل الوصول لحل انسب بخصوص ما يحدث في سوق التحويلات بين بلدينا مؤخرا. الاجتماع سيكون في الأيام القادمة، وسنكشف عن تفاصيله ونتائجه في الوقت المناسب. يشار بأن الأندية التونسية أضحت تستغل ضعف الفرق الجزائرية وعدم احترافيتها لخطف لاعبيها بأسعار بخسة في السنوات الأخيرة. وفي موضوع آخر، خضع لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لفئة يقول أقل من 20 سنة لاختبار الفحص عن فيروس كورونا كوفيد-19 في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حسب ما كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي. وأضافت الفاف في البيان ذاته أن الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني صابر بن إسماعيل سيخضع يوم الخميس للفحص نفسه تطبيقا لإجراءات الوقاية من الجائحة.
وفي الأخبار الأندية المحلية، أرسل لاعب اتحاد العاصمة رسالة تضامنية لسليم حارس عتاد الفريق بعد إصابته بوعكة صحية، في صورة توضح مدى تمسك الفريق والعلاقة القوية التي تربط الجميع. السلام عليكم عمي سالم، جيسبيغ كو تو فا بيان، كو راك مليح، وإن شاء الله ربي يشافيك وتولي معنا لو بلو رابيدمون بوسيبل إن شاء الله. السلام عليكم عمي سالم، ربي يشافيك إن شاء الله، وإن شاء الله تولينا خير من اللي كنت. طهور عمي سالم، ربي يحفظك إن شاء الله. سالم وحبيبي بشفى عليك إن شاء الله وتولينا بخير حبيبي. سالم خويا، الإسماء بلا بيك ماشي الإسماء، سي تو نتاك بروش ليا، ربي يجعل لك الشفاء إن شاء الله. تعاود لينا بخير ان شاء الله هكذا ان شاء الله طلع بون سليم سالكسي جيسبر كو تو فا بيان تو تريتابلي بيان كو سا فا ميو اي فا اتونسيون ا تو اون هاد دو تو فوار اي الله يشافيك سليم خويا شفا عليك طهورا ان شاء الله وتوحشتك يا خويا والله بلا بيك ما تمشيش كاع يا ان شاء الله تولي لنا بخير وعلى خير خويا طهورا خويا السلام عليكم خويا سليم ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله وترجع كما قلت ان شاء الله طهور ان شاء الله خويا نتمنى الشفاء العاجل لخونا سليم ونقولوا ان شاء الله تعاود تولي بالخف للميادين ونا بزوان دو توا سليم يلا الله يشافيك سليم جيسبر تو اميو ان شاء الله الله يشافيك ان شاء الله بون كوراج بون ريتابليسمون اون اي لا بور توا غروس فورس ا توا بيانتو دو روتور ان شاء الله سليم خويا ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله والله غير خصيتنا في الجروب ويا خويا ان شاء الله تبرا وتهلا في روحك عمي سليم نتمنى لك الشفاء العاجل وإن شاء الله تولينا بأقرب وقت باسكو نسحقوك وليكيب بلا بيك ما كان والو باسكو امين هذا ما كان والو ورام تبحروا خمسه تاع لي بانو على بالك انا وحدي بحرت سته ايوا نتمنى لك الشفاء العاجل ايوا تهلا في راك عمي سالم أكد اللاعب الجديد في صفوف الوفاق حليم مهدي مدور في حوار مع صفحة رسمية أن توقيعه مع نادي النصر الأسود هو حلمه وحلم عائلته لكونه مناصرا له منذ الصغر وطالما هتف باسم الحاج عيسى وزيايا مع تأكيده على عزمه لتحقيق طموحاته المتمثلة في نيل الألقاب والالتحاق بالفريق الوطني Pour moi, l'Antoine de Stif, c'est le meilleur club algérien et un des meilleurs clubs en Afrique. Et la deuxième raison, c'est que je vais rendre fier mes parents, parce que mes parents sont d'origine de Sétif et vivent à Sétif, comme tout comme ma famille. Du coup, c'est une très très grande fierté. Mes objectifs à l'Antoine de Sétif, c'est d'abord de rendre de la confiance que le coach m'a donnée en me prenant dans l'effectif, la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de travailler pour avoir ma place. Et je vais tout faire pour avoir ma place, Inch'Allah. Et la troisième, c'est de remporter des titres et beaucoup de matchs. Tout d'abord, j'étais venu voir l'entente de Sétif au stade de Bolorine, quand ils ont joué contre l'MCA d'Alger. J'ai été invité par le club. Et après le match, j'ai eu rendez-vous avec le club. Et nous avons été d'accord pour signer un contrat qui commençait en juin. Et voilà, après il y a eu le corona, j'ai pas eu de réponse, il y a eu quelques complications. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui je fais confiance à 100% à l'entente de Sétif, à son président Hasdine Arab. J'ai pas de soucis pour ça. وفي أخبار محترفين عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن سعادته الكبيرة بالالتحاق بنادي ويست هام الناشط ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من فريق برينتفورد. ونشر الموقع الرسمي للهامرز أول حوار لبن رحمة الذي قال فيها أنا جد سعيد كوني جزء من هذا الفريق التاريخي Je suis très heureux, je suis très content de faire partie de cette équipe, ce club historique. Je suis très très heureux. Bien sûr, je suis très excité à rejoindre ce club. Je suis très heureux et ça fait toujours du bien de voir des grands joueurs, des joueurs internationaux et jouer avec eux. Oui, j'ai parlé avec le manager. Donc je sais très bien ce qu'il attend de moi et je vais essayer de lui rendre ça sur le terrain parce que il m'a fait confiance et j'espère lui rendre sur le terrain. Je suis arrivé en championship, je me suis régalé.
Et je pense que la première ligue, ça doit être un niveau au-dessus encore. Donc je suis très heureux de rejoindre la première ligue et essayer de faire de mon mieux. Bien sûr, le niveau est élevé, n'importe quel joueur aimerait venir en Angleterre. Bien sûr, il y a tous les plus grands joueurs quasiment un peu en Angleterre, donc c'est excitant de se frotter les mains, se frotter face à des grands joueurs. Algeria is a massive football country. Everybody in Algeria is mad about football. And you're representing Algeria now in the Premier League. Oui, il y a déjà quelqu'un qui représente très bien l'Algérie, Riyad Mahrez. Donc j'espère représenter l'Algérie, de faire de mon mieux pour faire pareil. Et ils aiment, ils nous aiment, donc on va essayer de leur rendre aussi sur le terrain, de les rendre fiers. Et c'est une fierté aussi d'être algérien. You know Sofiane Feghouli well. Yeah. He played here for one season, and you know, he's another massive hero in Algeria. So maybe you can come and represent this club like Sofiane did. Oui, Sofiane c'est un très grand joueur qui est passé par West Ham. Et je lui ai parlé, il m'a donné que des bons conseils. Il a bien parlé du club, donc aussi ça a été. Il m'a aidé dans mon choix. Et je suis très heureux. Et j'espère faire de mon mieux ici, comme lui l'a fait. اندمج الدولي الجزائري جمال بالعمري سريعا مع ناديه الجديد أولمبيك ليون، حيث صنع الجزائري بطريقة خاصة يوم السبت، وظهر المدافع على طاولة عشاء فريقه قبل مواجهة ستراسبورغ ظهيرة يوم الأحد، وهو يردد أغنية الشاب خالد سيلافي. وبهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية النشرة الرياضية. قبل الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.